استغلالا لمغربيين تم توقيفهما مخترقين للشريط الحدودي، تمكن افراد الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بالقصدير من تفكيك شبكه اجراميه منظمه عابره للحدود مختصه في تدبير وتسهيل عمليه خروج ودخول المغاربه عبر الحدود البريه بطريقه غير شرعيه، بعد التعمق في التحقيق من اجل الوصول الى وجهه الاموال التي يتقاضاها المغاربه بالجزائر من اجل عملهم وكيفيه تحويلها الى اهاليهم، حيث تتم هذه العمليه عن طريق شخص مزدوج الجنسيه الذي يقوم باستلام المبلغ بالعملة الجزائرية ثم يقوم بتحويلها لشخص مقيم بالمغرب عن طريق تطبيقية إلكترونية. بعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات بالوطن تم توقيف باقي عناصر هذه الشبكة داخل مسكن مهيئ كمركز عبور والمقدر عددهم بست مغاربة. أسفرت العملية عن حجز سيارة سياحية مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 100 مليون سنتيم 3440 درهم مغربي، 6 بطاقات هوية مغربية، 3 جوازات سفر مغربية، 900 أورو، 50 دينار تونسي، 10 دولار، و6 هواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم جميع أفراد الشبكة أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جناية تهريب المهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتحويل حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.